You ready? Yeah. Okay. Oh, yeah. Okay, war das schon. Dann Elon Hi, lad, YS Family. Elon Hi, YS Family. Hi, guys. يلا نقول 1 2 3 صباح الخير. 1 2 3 صباح الخير وايز فاميلي. جايز اليوم حنعمل نايت سربرايز لماما. قلن اليوم حنعمل سربرايز مفاجأة لماما. ماما هاي فايف. كل ار يو ريدي؟ ام ريدي. ليتس جو. ليتس جو. باي. يلا سكري 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 سكري. بوم. باي جايز. اوكي جايز، متى ما قالت ميمي 100% حنعمل مفاجأة بجنن لأمها. حجزنا لها شاليه مع بيسين برايفت وكل شيء. هلا حفرجيكم بس نوصل. المهم صح انا مفكر انه رايحين ننام ليلة بس بأوتيل، مش عارف شو في مفاجأة بس نوصل لهونيك. صراحة كانوا وي. ويا هابي انيفرسري بيبي، اي لاف يو كثير 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 من كل قلبي، واجمل 5 سنين بحياتي اللي مرقوها ال5 سنين. I love you. Hope you enjoy. يلا خلينا نشوف سحر شو عم تعمل هلا. شو سحورة جاهزة اليوم؟ اليوم جاهزة وعم جهز لكم طبخة أنا وخالتي غير شكل، على فكرة خالتي أشهر شيف ممكن تجيبوه بلبنان. خالتي شو اسمها هاي؟ شيخ المحشي صح؟ شيخ المحشي باذنجان. مو إذا بتعرفوها باذنجان وغيرها اسمها شيخ المحشي. شو بتاكلي؟ ما بتاكلها. برافو. اوكي جايز، مثل ما شايفين يحيى أخذني معه، بصراحة ما بعرف لوين، ما بدي أقول لي. محل النام هالقد. محل النام كتفت بالحيط يا قلبي. بس خليكم معنا وهيدي ميمي ليكو والنايمة تقبري قلبي. يلا بشوفكم. يعني شو هالجمالة يا حلا، وين اخذنا؟ اوه سربرايز سربرايز. ليكو المناظر يا جماعة، هون نحن بجنوب لبنان على فكرة، منطقة شو اسمها؟ اسمها وادي الحجار. كتير 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 حلوة. اوكي يلا. حجير فيليج. ايوه حجير فيليج يا صحبورة. ارض العز ريزورت. شو يا يحيى؟ لوين اخذنا على اخر الدنيا؟ ليك منا منظر بتجنن بتجنن. هلا بتشوف هلا بتشوف. اوكي جايز، نحن هلا وصلنا، جبت المفاتيح وسحوره ناطرتنا بالسياره. I can't wait to see her reaction. شن الشاليه بمنطقه كثير حلوه وعاليه فوق، الشاب بده يرجع ياخذنا لفوق ونرجع بنفرجيكم. طيب هيك عم بتحرقسوني انا. طيب شو؟ بعيده وما بعيده وانا معاكي. هلا بتشوفي هلا بتشوفي. اسوافي اسوافي. والله وهيدي ميمي هلا وعيت نعسانه بعدها. يلا تعي. هلا وصلنا بالسياره وطلعونا الغراد لفوق. يلا طلعي 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 يا صحبورة. اوه هيدي لا، هون الواحد بده يعمل رياضة لحتى يوزع. ما بدي اسر اسوافي تراست مي. والله طيب يلا. بدك تدقي على الجرس أول شيء أول ما بتفوت. عن جد؟ شوف حدا بيفتح لي يعني. لا بس نحن هون ما عاد في حدا. يو ريدي؟ يا. اوكي. لا يو يو يو. شو رأيك؟ هات يعني نو واي يا لك شو حلو. ميمي حبيبي البالون. ميمي حياتي ثانك يو يا عمري. شو هالمفاجأة؟ ثانك يو. اوكي بعد 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 بعد. ليتس جو روم باي روم. اوكي اوكي. ليك هون بس ليك. اي نو اي نو. واو حكي. يلا بلش افتح الابواب. هيدا اول غرفه. لكن هيك الرياكشن بيبي تبعك. واو ميمي شو هيدا؟ نو واي. شو رايك؟ بجنن. انتبه ميمي تنط، حاسسها حتنط. بعدين نعمل الشوينج ماما. اوكي بنغير ثيابنا. نو واي. ليك منا قاعده فرجيهم. ليكو واي اتس هارد. ليك منا قاعده. نو واي. هيدا بيتنا الصغير وهيدي مرت الحبيبه. حياتي بجنن. اوكي سحره يو ريدي؟ يا يلا كوم. ميمي انت هابي؟ No way! No way! Yo! So high! Equal view, guys.
واو ألف نو واي هابي انيفرسري بيبي يا حياتي انت نو واي بتجنن شو هيدا ولا بتستاهلي اكثر ايوه عايز هلا سربرايز ورومانسيه وكل شيء بس مش ظابطه ما اعمل مقلب فيها ليكو شو حعمل فيها هلا حقلا انه عندي سربرايز تاني حغمض لها عيونها وحكبها بالبسين I love you سحر happy anniversary ready guys Happy anniversary! Hi, the YS family style. Hab ich stabil? Hey, bitte! Mich stabil? وعرف صار أنا متوقع بده يجي يزلي شيء ما بعرف شو مش طبيعي أنت مش طبيعي أنت بتعرفيني كيف Happy anniversary baby مش طبيعي أنت مش طبيعي عمول أنا يحيى كل هالرومانسية وما بعرف شو أنا مش طبيعي بحدلك إياها بس والله مش بوردت شوي ما كنت قلت عايليت لأنه مشاوبة بس سبحة كتير حلوة عن جد عن جد يلا شوي وحنجي أنا وميمي إيه؟ يا شو بدي أعمل فيك سبيه نم 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 انا مين كيفين سبيه سبيه ما فهمت شو جايز عرفت عم تحكي والله ما فهمت شو قالت لك سبيه بيبي بجنن الاكل ثانك يو كثير طيب على فكره فرجونا الواي اس فاميلي هيدي هي كبه نحن بنعملها هون بالجلوب بناكل اللحمه ليه معروفين بهيدي الشيء وهيدي الفراكه بنحط معها برغل ما تتخيلوا هالاكل شو طيب نحن هيدي معروف حاس ما بقى احكي يلا انجوي انجوي حبيبتي صحتين صحتين يا بابا شو عم تاكلي هيدي التبوله طيبه التبوله يو بول طيبه التبوله انا على فكره كنت عم بتوحم على التبوله لما كنت حبله بميومي بتعشق شيء اسمه تبوله مش حلو يا سحر كأنه مش شايفة أكل بحياته شو صار لك يا بابا أول مرة بتعمل هيك ماما شو هيدا أنت هابي بس أنت هابي مهم ميمي تكون هابي إذا حدا بالكومنتات قالك كيف بتخلي بنتك تعمل هيك شو بنقول لهم خلوا الولد يعيش على راحته صح أخبركم شغلة بعد شوي رح نروح على منطقة يعني ماشي نحن هون فلسطين بعيدة عندنا 10 دقايق تتخيلوا انه يفتحوا الحدود وهيك نزور فلسطين وفلسطين يجوا يزورونا جايز ليكو هيدي فلسطين اقرب نقطة لنا تحياتي لاهل فلسطين بابا هنيك فلسطين 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 قولي فلسطين فلسطين بدنا نروح على فلسطين شي يوم يا جماعة تخيلوا فلسطين هون هيدا الجدار يلي بيفصل شايفين هيدا الجدار بيفصل بين لبنان وفلسطين تخيلوا وان داي وان داي حياتي ان شاء الله يا رب تحياتي لكل متابعيني بفلسطين من نقطه لبنان اخر نقطه بقلكم انه بحبكم كثير وبحب كل متابعيني بكل الدول العربيه جايز ليك شو عملت لنا لسحر طهرت لها كل البلاوين لبرا شو سحوره هيدي احلى شيء سحر والله المفاجاه بتجنن ما تخيلوا القعده شو رواق اخر الليل هيك ما في حدا ما في حدا ما في حدا ما في شيء هيك رواق و...
وهيك القعده رومانسيه وحلوه. مبسوط حياتك؟ كيف والله العظيم. ثانك يو بي. هابي انيفرسري. عقبال مش السنه، سنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، العمر كله يا رب. لا العمر كله ما عم كفي. العمر كله يا رب نضلنا مع بعض ونضلك فوق راسنا انا وميمي. حياه قلبي، لانه انت وحيات الله مش كرمال اليوتيوب او السوشيال ميديا، انت مش بس اب مثالي، انت زوج مثالي. الله يبعث لك كل وحدة مثلك وأحسن كمان. I love you more. صباح الخير ماما. ليكو بس بدي فرجيكم. Wake up. I said Halloween. هالوين يا جماعة. كم شو عملت؟ ليكي شو عملت لماما امبارح؟ ليك بدي فرجيكم يحيى شو عملت. تعال. Oh, it's beyond. It's beyond. ماما. Heart. Yes. Good morning حياتي. شو عم تعملي؟ ما شاء الله تحت القهوة. I know that's why I'm down. صباحو يا قلبي. صباح الخير يا قلبي. Thank you كتير. هاي خلصنا القهوة، بس شوفوا لي شو رأيكم بهالمنظر على بكرة الصبحيات. ميمي شفتوا لما شفتهم شو اندهشت. لا هلا بدي فرجيهم. اوه أحلى صبحية، ما تقولوا لي لا. طبعا وحيات الله ما فيكم تتخيلوا قديش انا مبسوطه. ثانك يو يا قلبي. ثانك يو. بتعرفوا هيك لما الواحد لك وين طاير هيدا البالون لفوق؟ ليكو يحيى، ليك وين البالون؟ على فكره امبارح يحيى لفست لكم عنه، كان كل الوقت عم بخوفنا، عم بيقول لي هلا بده يجيك اشباح وما اشباح وهيك، بس لا كله طلع هيدا المنطقه، طلعوا مسيجينا كلها هون كرمال ما يجي. مثلا ليكو شايفين الاحمر؟ شفتوا هون الاحمر؟ كلها مسيجينا لدرجه انه مستحيل حدا يقرب او مستحيل اي حيوان يقرب، فهون الكوخ بيكون امن 100%. لبريطانيا قال يا جماعه توسطوا لي يحيى، انا ما بدي ارجع بعد على بريطانيا. انا ما بدي ارجع على لندن، انا بضل هون هون بتشموا ريحه ارض الوطن. يا جماعه ما بدي ارجع على بريطانيا، والله من قلبي رح ابكي. اوكي يحيى، انت رح يكون معك الجو برو، بدك تنزل بين البوالين كلهم لهون نفس واحد فيك. يلا ورح يصور يحيى بالجو برو كمان. يلا يحيى، يلا ميمي، يلا ايه. هذا نفس الوضع صعبه عم بهيدا الفاكيشن. ميمي اكثر وحده مكيفه، بتحب السباحه. على فكرة أنا حابة أسألكم، ما بعرف إذا ولادكم بحبوا السباحة. أنا لأنه من أنا وصغيرة، من لما كان عمره ميمي 6 أشهر حطيتها سباحة، فهي بأزبط طريقة إنه تحببوا ولادكم بالسباحة. وإذا أنتم كان عندكم فوبيا وخوف من السباحة، بس أنا كتير بخاف كنت من الغطس أو لما أشوف صرصور. يحيى دايما بيقول لي أوعك تصرخي إذا شفت صرصور، لأنه بنتك مثلا بتتعقد، هي ما بيكون عندها العقدة، بس إذا شفتك عم بتصرخي أو شيء بتتعقد هي كمان. فعن جد هيدا النصيحة كمان لإلكم، إذا أنتوا عندكم خوف ما تحطوا بولادكم لحتى كمان هن يصيروا يخافوا، بالعكس لازم أنتوا تكونوا قدوة لإلهم، تفرجون أنه أنتوا قوية. الله على الفلسفة على الصبح، قد بتعطوني على فلسفتي؟ 0/10 بالله. جايز جس مين وصل؟ جايز اللي ما بيعرف احمد ضايعته حد محل ما نحن، وهو ساعدني زي ظبط السربرايز وقال لي عن هيدا المحل بجنن. ثانك يو احمد حبيبي. جاي بعد شوي ترويقه. شو هام كيف مكيف وصل لهون؟ شفت منك لك هوا كهرباء. يعني يا جماعه احسن شيء لما يكون في عندكم ضيف مزعج، ضيف مزعج، ضيف مزعج. انا بشهر العسل السنه الخامسه، انت شو جايبك؟ خلص انا عندي كرامه. عم بمزح معك، تعال هون. عم بمزح. انت الاساس، انت الاساس، انت خيي. بس شو مطرح عن جد غير شكل. حلو ايه؟ فخامة ايه؟ بدنا نكبك بالمي هلا. يلا. صباح الخير. يوم شو ميمي طيبة الترويقة؟ ايه كعت ترويقتنا غير شكل، لبنة، مسبح، فول، بيض، جبنة ومناقيش على الساج. بس شوفولي هالمناقيش. شو يحيى؟ I can't wait. Hey, وينه مرتب؟ أنا هون. صراحة how did you like it? I loved it. بتجنن والله. ليكي كيف عم تشيل إيدي؟ ما انتبهتوا ليكو. ماما بدي حط إيدي هون. أوكي. بابا إليك؟ أوكي يا جماعة، بابا لا بابا للماما ولا ميمي؟ صح للكل. أنا لاثنين. أوكي لا مش للكل، غير متاح للكل. لا قصدي إنه أنت
اول شيء حبيبي ثانك يو على السربرايز، ثانك يو كثير لحجر، تستاهلي اكثر من هيك صراحه، الله يعزيني على كل شيء، شيء بجنن كان والله العظيم، ثانك يو كثير وشكرا لكم. انا صار لكم 5 سنين معنا، وعلى فكره انا ما بعرف اذا هيدا الفيديو رح يكون نازل قبل الفيديو اللي لي او الفيديو لهيدا، فكتبوا لي مفاجاه مين اجمل، مفاجاه يحيى او بناتكم كانوا كثير حلوين، بناتكم كانوا كثير حلوين، كانوا كثير حلوين، كثير انبسطنا، كثير حبينا. اوكي جايز، هيك بنكون وصلنا لنهايه هيدا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا اول مره بتفوتوا على القناه اشتركوا بالقناه، تكونوا من عائلتنا، ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشيروا الفيديو مع كل رفقاتكم، انستغرام سناب شات تيك توك كلهم موجودين تحت بصندوق الوصف، بنقول لهم باي يا سحر، باي سكري 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 سكري.